أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، يقول هل الإغواء صفة لله تعالى أم أنه يخبر به؟ فعل، فعل، هذا فعل ليس صفة لله، هذا فعل من أفعاله سبحانه مثل سائر أفعاله. والإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، نعم. وهو سبحانه لا يريد إغواءهم كونا وقدرا إلا بسبب منهم، لأنهم عصوا نوحا عليه السلام، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، لأنهم تركوا نصحه وخالفوه وعصوه، فلذلك أغواهم الله عز وجل عقوبة لهم، نعم.